طبعا روز هلا صحيت من النوم يا عمر التعبان تعبانة، بكرة أول يوم اختبار. الله يعني ما أحب إن حد هيك يسوي هالصوت. قبل كان كيف عم تتكلم كان لأنه هون في بنوران، فأنا عم كشفك حدا يا عمر هيك يعني سلامت. كأني مكتومة، فأنا عم كح طلع البلغم هون. سلام. بعدين كيف صرت أتكلم؟ فعطيتها مع العسل. الحمد لله يا رب. فهلا العسل الله يسفيك ان شاء الله باذن الله. طبعا هلا روز قررت تسوي اندومي قبل ما تبلش مذاكره لانه عندها اختبار رياضي. بس محددت لك الاستاذه صح؟ اعطتني اجابات حتى. برافو عليك. بس دلع بتحب انا الدرس طبعا عشان تفهمك الرياضيات بالضبط. يلا اي شيء. يلا حطي البهارات لنحط الاندومي المي. لا صبر عادي هلا بترك شوي. يلا انت حطي. مين بحب الاندومي الكاسات؟ وانا كمان. انا وياك يعني ماما احس الام الوحيده اللي بتحب الاندومي. اكتبوا لنا بالتعليقات مين امهاتهم بتخليها او بتحب تاكل اندومي وبتخلي بنتها تاكل اندومي. خلي الحر عشان لو لا ما بنصحك وخصوصا حلقك عم يوجعك. مضر اني انا مضر قلت عشان حلقك بس هيك شوربة. يلا سكرية مين بسوي زينا؟ عشان الحرارة. يعني كان في وين التبتوكي؟ التبتوكي طبعا رح جبت لها لروز. لحظة خليك انت مكانك مسكي. انا كنت نايمة. ايوه كانت نايمة فرح جبت لها. شو اسمه؟ دبتوكي. احلى شيء ما تضحك علينا. احلى شيء بالفيديو القصير اللي منزلينه من اسبوع تقريبا كنت عم بحكي روبولوكس فكل التعليقات غلط. روبوكس اسمه روبوكس اللي هو العمله. ايوه اما روبوكس هي اسم اللعبه. فانا ما بعرف لانه اساسا انا اللعبه ما بعرفها كثير. عرفته خليني العب ماما روبلوكس. نسوي لكم فيديو عن لعبه روبلوكس وتوريكم روز بيتا ما عند البيت. لكن ماما شافت فيديو بالقناه بنت عند بيت هي فيها ما بتشرحوا لانه فيها كثير العاب. معلش لاني ما بعرف فيها. انا ما بلعب هاللعبه ادبت فيها. يلا تعالي هلا ناكل علشان صبر عادي وريها. يلا وريها. انه هذا تبتوكي حار. انا تبع ماما جابت لي اياه حلو حار يعني مو حار كثير. بس انا فشوفوا هذا حرارته. هذا حار كثير. انت بتحب الحار. هذا حار كثير. هذا حار. هذا مبحر الحار. ثلاث فليفله. واو. انا ما قديش باكلته. انا صح تبع حلو حار بس يعني فيه حار فعشان انا حل اعمي وجعني وبدي استمتع فيه اكثر. سلامتك. بتعرفي ليش ما بحب؟ بتعرفي بحب الدجاج؟ والله لا والله بعرفك بس ما لقيت الا الكاري فقلت خلاص كاري. يلا كاري. يلا عشان ناكل وندرس. يلا. بابا هلا اكلت صار وقت الواجبات. جننتني روز. شوفه وزعت لي راسي. كانه مو عاجبك. ترى هذه بنتي. وإذا بنتي؟ هذه. طبعا. يلا تساعدينا بالواجبات. أصلا ما شاء الله روز بسم الله عليا هي فاهمة بس كان في عندك كم مسألة يعني ما فهمت. 10 20 70. بس ما شاء الله عليا. لا برافو عليك شطورة روز. أنا تعبت من الدراسة. والله حتى أنا أي كسر الأيباد. جيبي لي كفر. بكرة ذكريني نطلع ونجيب كفر. انت مشكلة تعرفي شو؟ مشكلة نظامك بالنوم. تخيلوا في عنا شو دخل ماما هذا كم صار له مني خربان. طيب اوكي خربان. انا هلأ هالاسبوع كنت بدي اجيبك. تخيلوا انه نظام روز هو ما عم بيخلينا نطلع يعني حتى في كم فيديو. لحظة خليني كفي. في كم فيديو بدنا نصوره برا علشان روز نوم المتلخبط ما عم نصوره. تخيلوا. فبس ان شاء الله بعد الخميس والجمعه بيتعدل النظام. تفضلي قولي. اليوم ماما فيتك مع الخمسه. على الخمسه.
انا يا رب انا اللي كنت نمت الساعه كم تقريبا 2:30 قولي ليه ما بتعرف بس قولي ما متابعين ليه سكرات لو سمحتي سكرات ايوه سكرات سكرات لانه انا اول شيء كنت مسكره كنت اعمل وجعني كل شيء ما فما كانت عم تقدر تنام يا حرام فانه انا كنت انت مسدود فقلت خلاص انه بتعرف لما انت توقف خلاص بتتنفس فلا يعني ما نمت انا واقف لا هدا نمت كنت نايمه على الكنباي فرفعت راسها هيك فوق على الكنباي كانها جالسه حط عند مخده اللي بنام عليها حطيتها تحت واللي مخدي يعني مخدس الصالي حطيتها هوني وتسطحت بس قلت يلا ما ابدي انام اما تذكرت في بخاخ بس انا ليش ما عم بخ منه لانه صراحه طعمه كبير يعني هو لما بتبخه بينزل على الحلق طعم مو حلو ابدا ايه يعني هو مو مي وملح زي هذوليك وهيك يعني صحيح. لا هذا غير ما ادري شو هذا طيب فحطيت منه انفه مجروح طيب يا عمري سلامته فانا طصيت وجعنا انت ملاحظه بدل ما تدرسي فتحتي لي سوالف لا بس عن جد وجعنا لا تنفس هيك وجعنا تعرف لما تحطوا معقم على الجرح انا هيك اتنفس ويحرق يحرقنا يوجعنا سلامتك خلاص تسلمت للواقع المر الواقع الواقع واقع المر ايوه كلنا كنا نايمين الا اخت الاثنين سلامتك نمت اما في ما نمت كويس يا ماما سلامتك سلام قلت لي خلاص روحي على انا كنت نايمه بالصاله قالت لي يلا روحي نامي على اختك وفيك ولين فقت اكلت اندومي وفليتها والله كان مضبط نظامي صحيح درسه يلا درسه دي تونس دي سعوديه تحيه ليهم عرفتي مشروعي مع انه ما له دخل هون السعوديه وهون تونس ايه هون السعوديه روز عم يقولوا لنا صورك يوم كامل بيبي لازم نطلع نشتري اغراض البيبي اللي هي ايوه التكفان طيب لا. يلا خلاص لا الا لا وجعت لي راسي وجعت لي راسي هون هذا دليل يعني روز وجعت لي راسي فان بائسة على الدوام شو لازم نفطر علشان هلا بدك تراجع للرياضيات ونلبس ونتجهز وما جهزت اللانش بوكس شو رايك هلا نقوم نجهزه مع السكرات اوكي يلا افطري وبعدين بنقوم صحة ما كان بدها على فكرة تفطر ها بالغصب قلت لها لا رح اسوي لك مو بكيفك يلا عوافي يلا يلا بسرعة شطورة عشان تركزي بالاختبار مو مشان شيء لا رح جهز اللانش بوكس تبعك طبعا روز اكتر اشي معروفة انها بتحب التصبيرة هيدي اللي فيها جبنة كريمية كتير بتعشقها حتى هلا ما مسويتها فيها ليكو يعني هيدي ما بتحبها انا جبنة مالحة ايوه هي هيدي اللي بتحبها فطلعت لك عصير برتقال عصير لا جبت لك عصير عصير شو هذا هو جبت لي المراعي ما جبت لي الصافي من امبارح الصافي انت ما بتحب أخته. ايوه لا بحبه بس هذا تبع اختي عرفته اختاري عصير شوكولاته ولا عصير اللي عصير برتقال برافو عليك هيدا الشيبس وريون السكرات هيدا من البطل مثل البفك كثير طيب فروز بتحب هيدي ما بتحب هيدي خلاص والشيبس هذا تحبه بس هذا ولا هذا يلا اختاري طب انا راح اخيرك اوكي يلا غمضي عينك اوكي يلا اختاري افتحي ايش في يلا عيدي عيدي يلا انت ومغمضه عيونك اختاري طيب يلا ولا هذا يلا خلاص روز على الاختيار انت قلتي بدك تختاري صح ولا لا بدي اخذ جيلاتين يلا خذي جيلاتين معك طبعا روز من عشاق الجيلاتين وريني الجيلاتين
يمي يمي بالعنب بالتوت بالتوت بالتوت, بالتوت. يلا راح نجهز روز. تعال 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 نسوي رياضة قبل ما نبدأ المدرسة. تعال تعال هلا روز عم بتجهز حالها للمدرسة. كيف الحماس يا روز؟ صفر. ليه؟ انا ما بدي ادرس. لانه عندك اختبار صح؟ شوفوا شعرها كيف بتسوي، بتربط اول اشي من هون، بعدين بتربط من هون. انا سويت لهم شرح بس. والله؟ السناب. انت صورتي السناب؟ لا. قديم. فهمت عليك. لا ما كنت نايمة، كنت متسطحة. صح، اللي هو نفسه. ايوه. لا تقلطي فيني لو سمحتي، لو سمحتي. مني؟ أيمتى؟ ايه؟ عادي. السكرات بناتي واخواتي. صحي سكراتي؟ يعني مو نخبل، انا اساسا اختبر. ما شاء الله برافو عليك. ولا 10 دقائق اسوي لك اياها انا. لا خلاص ما بتوثقي فيني. بوثق بس بعد ما كيف حماسك للاختبار؟ صفر. ليه؟ شو ليه؟ والله حلو. انا راح اتمشى. ها خديني معك هونك اكثر من هونك. يلا يلا خلصي شعرك وبنرجع لك. ايه عادي. واخيرا روز خلصت شعرها مساعدة ماما. واخيرا طلع فينا. طبعا هذا مرطب بس ما ادري ليش صار فيه لون. انا بكون ايه بدون لون. والله ورينا بدون لون، لون خفيف. انا شايفه اللي فيه لون. لانك انت حاطه قبل بلون فمعلمة عليه. انا اقول لك انا دائما هون بحط فيه مرطب عشان يصير زي الكوريين على اساس. بس طبعا هون فهو بيتوسخ من هون. ايوه ف عادي مو مشكله. وهيك بس اسواره لازم لازم كشخة راس لازم طبعا. وهيك كان فيديونا لليوم وروتين روز قبل الاختبارات وهي ورايحة المدرسة. بتمنى منكم تدعمونا، بتمنى انكم تنجحوا والله يوفقكم وينجحكم بالاختبارات. وبتمنى منكم توصلنا هذا الفيديو للألف لايك بأول ساعتين. يلا نشوف جيش روز القوي. ايه صح، نزلت لكم الفيديو اللي هو كان انا وصديقتي على قناة روز. انا قناة روز راح اضبط لك اياها وهيك بعدين نحكي لهم عنها. اوكي إيه؟ اوكي. كان يعني انا وصديقتي جد قلت لكم اكيد بتعرفوا. في بس جد قلت انه ايه بعرفها هاي جد الطناية. بس قلت لها انه لا هاي هاي، ورديت على مو كلهم تقريبا. شوفوا لا اذا ما رديت على كلكم لانه روز روز قناتك بعدين بنحكي لهم عنها، بس لازبط لك اياها. اوكي روز راح تصير تصور بقناتها وراح تنزلكم وهي راح ترد على تعليقاتكم بنفسها. نفسي طبعا لانه هي القناه معي، بس يعني ما كمان يعني معها القناه بس انا اكيد. فصلت الكاميرا كالعاده مو مشكله. بس هيك كان فيديو اليوم. لا تنسون اللايك والشير، وصل الفيديو الف لايك وحسابنا تحت بالوصف. ونحبكم كثير وشارك الفيديو وقناتنا كمان. روحوا ضيفونا على سناب شات. ايه سوينا تحت الوصف. يلا بالانستغرام وكل تطبيقاتنا السوشيال ميديا اللي نحنا هاي روحوا ضيفوها، هي بالوصف. سلام.